مسكوا رؤساء انديه النادي الاهلي على مدار التاريخ كلهم ماشيين بنفس السياسه، كلهم ماشيين بنفس النظام. العب دايما في الاشخاص، ما تلعبش في السيستم. العب في الاشخاص، ما تلعبش في السيستم. محمد يروح، علي يجي، احمد يبقى موجود، مصطفى هو اللي يمسك، ايا كان الوضع مش مشكله، لكن السيستم دايما هو اللي بيديك النتائج. الافضليه دايما للنظام، الافضليه دايما للنظام. النادي الاهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه. مش مرة، مش صدفة، مش موقف، مش اتنين، مش تلاتة، لا ده تاريخ. أنا شرحت لكم كده ليه؟ لأن في ناس كتير جدا جدا لما تيجي تتكلم على حاجة زي كده يقول لك لأ والأرقام لأ والدنيا مش مظبوطة وده ما يصحش وده ما كانش كده وسنة 84 حصل كذا. هي ده أو هو ده. لو إحنا بنلعب في التاريخ ده ولا حاجة وإحنا جايبين حاجة غلط قولوا لنا برضه. كل على رأس 10 سنين أنت بتفوز 4 5 7 سبعة، دي متكررة كتير جدا، سبعة مقابل اتنين أو مقابل تلاتة لبقية الأندية، والأهلي ماشي على خطوته وماشي على طريقه وماشي على نظامه. فعشان كده بقول لكل الناس النهاردة أنت في موسم 2018-2019 مش مشكلة الدوري يروح للخانة دي أو يروح للخانة دي. راح للخانة رقم 40 هيبقى 41، راح للخانة رقم 12 هيبقوا 13، أو راح للوافد الجديد هيبقى 1 أو 2 ولا 3 ولا 4. مش هو ده القضية، مش هي دي المشكلة، لأن هي أنت بتتكلم في كورة في الآخر، بتتكلم في كورة وارد يحصل فيها كل حاجة، لكن أنت بتتكلم على التاريخ، أو اللي يهمني في الأول والآخر التاريخ. بكرة هنشتغل عليه وهنعمله وهنستعد ليه وهنعمل حاجات كويسة إن شاء الرحمن، وكل الأندية لها الحق في ده. لكن اوعى في يوم من الايام تشكك في بطولات الاخر، احنا نشكك في بطولاتك. ما ينفعش، يعني سواء كان انديه بتنافسنا او انديه لسه صاعده ولا حاجه، كل واحد قادر ان هو يكون منظومه جيده ممتازه ويقدر يحقق فيها بطولات، اهلا وسهلا، ده حلو، حلو للمنافسه. لكن اللي بيوجعنا جدا واللي بيضايقنا جدا ان انت تبدا تشكك في التاريخ. ما ينفع يعني